مرحبا بكم، سعيدة بلقياكم. فيديو اليوم كما شاهدتم في العنوان الداخلية تحديث 22 شهادة إدارية، منها شهادة تعدد الزوجات. تفعيلا لمقتضيات القانون 55/19 المتعلق بتبسيط المصادر والإجراءات الإدارية المبادئ العامة المنظمة للعلاقات بين المرتفق والإدارة، أعطيت يوم الأربعاء 21 أبريل 2021 الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للمصادر والإجراءات الإدارية إدارتي. وفي التفاصيل قامت وزارة الداخلية بحذف 22 شهادة إدارية، فيها شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة تعدد الزوجات، شهادة عدم الطلاق، شهادة عدم القرابة العائلية وغيرها من الشواهد التي سيتم تعويضها بتصاريح الشرف. وقد تم إنجاز بوابة إدارتي في إطار شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قطاع إصلاح الإدارة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووكالة التنمية الرقمية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وسيتم تعويض هذه الشواهد الإدارية بتصاريح للشرف من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بلائحة هذه القرارات التي تشكل وثائق يتم طلبها في بعض الحالات من مرتفقيها أو مرتفقي بعض المصالح التابعة لها أو الخاضعة لمراقبتها. وتعتبر بوابة إدارتي واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة ومتعددة الفضاءات في خدمة المرتفق، تضع رهن إشارته كل المعلومات اللازمة حول المصادر والإجراءات الإدارية.